السلام عليكم. النهاردة هنعمل أكلة سريعة وجميلة وخفيفة في نفس الوقت. الأكلة دي هي عبارة عن رز وعدس وبيض مضحك. الأكلة دي بتسمى أكلة كشري اسكندراني، فاحنا هنبدأ مع بعض نعمل الكشري الاسكندراني مع بعض. هننزل بالزيت. الرز ده طبعا حضراتكم بيتعمل بالزيت، ما بتحطلوش زبدة. انا هضيف له بصلة صغيرة عليه على الرز ابو عدس ده عشان تديها طعم معايا، تخلي لها طعم كده حلو. البصلة دي هتدي الرز والعدس طعم جميل، طعم حلو. انا كده شوحته حضراتكم تشويحة خفيفة كأني بعمل رز حمام بالظبط، وهسقط عليها الرز. محمرش البصلة حضراتكم، محمرهاش، يا دوب سفيري كده بس، واحط عليها الرز واقلبه معاه. ده كده هتديني طعم ونكهه جميله عكس ما انا بعمل الرز بس بزيت. هبدا افلفل الرز كده، افلفله، لان الرزه لما تفلفل معايا تديني طعم احلى برضو. اعرف ازاي انا اتفلفلت؟ ان الرزه بتقدح معايا وبتنشف كده، بتلمع، واروح بعد كده اضيف عليه الميه. كده الرزايه فلفلت معايا، هبدا بقى اسقط الميه عليها. كده فلفلت ولمعت معايا، هسقط الميه. دون حضراتكم كوبايتين رز اللي انا عملتهم، غطيتهم كده بالميه. هنزل بالملح، معلقه ملح صغيره. هحط شويه كمون كده، نص معلقه صغيره مثلا. ليه؟ لان الكمون ده حلو برضو للعدس ده، الرز بالعدس، وفي نفس الوقت حلو للقولون ويبقى مفيد. واقلبه جيدا، الكمون والملح. كده هنزل العدس حضراتكم على الرز، برضو كوبايتين عدس وكوبايتين رز، وهقلبهم مع بعض. ليه كوبايتين عدس وكوبايتين رز؟ عشان العدس يبان في الرز، شكله باين. هنوطي عليها النار ونغطي الرز بتاعنا كأنه رز عادي جدا، وربع ساعة كده ونبص عليه. هنبدأ نحط الزيت طاسة عشان ندحرج البيض بتاعنا. هنحط مكعبين زبدة نقدحهم مع بعض، وبعد كده نحط البيض يتدحرج مع بعض. ننزل البيض في الطاسة، بيضة بيضة كده، ندحرجه حضراتكم كده عشان يتحمر من كل ناحية. وكده حضراتكم أنا حمرت البيض أهو، وهبدأ أطلعه بقى وارشه بعد كده بشوية ملح وفلفل. اديله رشة ملح خفيفة كده على البيض من فوق، وشوية فلفل. هدي الرز التقليبة بتاعتي. انا كده حضراتكم ريحه الرز جميلة جدا، قلبته اديته التقليبة بتاعتي، ريحته حلوة قوي، ريحة الكمون ظاهرة. الكمون ريح بيدي طعم وريحة حلوة للرز الأصفر ده. كده نغرف الرز بتاعنا حضراتكم. الله، ريحته جميلة بألف هنا وشفا لحضراتكم. بصوا الرز مفلفل ازاي وحلو، لا يعجب مني الرز ولا يبقى ناشف، لازم الرز يبقى مظبوط. أنا حضراتكم كده الطبق بتاعي جاهز. أنا بخلص، عملت شوية بصل، حمرت شوية بصل كده، هزوق بيهم الطبق بتاعي. شوية البصل دول بصلة بقطعها وبحط عليها شوية دقيق وأحمرها في الزيت، وتطلع مقرمشة وحلوة، هتديني طعم مع الرز بالعدس. البصلة دي للي يحب حضراتكم، يعني حسب الرغبة. أنا عاملها طبعا شكلا وجمالا وطعم في نفس الوقت، لكن اللي يحب يرغب في البصلة ماشي، ما يحبش براحته، ممكن ما يحطش البصلة. وكده حضراتكم أنا خلصت النهاردة الطبق بتاعي، واللي هو الرز بالعدس الأصفر والبيض المدحرج. أتمنى تعجبكم، وبألف هنا وشفا، مع تحيات عبد السعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.